بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها السيدات والسادة المستمعين والمستمعات ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم إن شاء الله عن الاستزراع السمكي في الكويت. الكويت كما قلنا لا تستطيع أن توفر حاجة السكان من المواطنين والوافدين من الصيد البحري، لذلك يجب عليها أو مضطرة أن تلجأ إلى الاستيراد. الاستيراد أيضا له بعض المخاطر، ولكن الشيء الذي يمكن الاعتماد عليه كلية هو الاستثمار في الاستزراع السمكي. اليوم بالكويت في فكرة للاستزراع البحري، وهو استزراع أسماك محلية أو مستوردة في أقفاص في البحر، وهذا شيء جيد، ونرجو أن إن شاء الله تقوم التجربة الأولى فيها بأقرب فرصة ممكنة، وذلك من خلال همة ونشاط إخواننا في هيئة الزراعة والثروة السمكية الذين قاموا بالفعل بجهد كبير في اختيار أماكن تصلح لهذا النوع من الاستزراع، وهم الآن في صدد إقامة بعض المواقع على البحر لأصحاب الشركات أو الأفراد الذين وقع عليهم الاختيار للقيام بهذا النوع من الاستزراع. نرجو إن شاء الله أن يتم هذا الشيء بسرعة ويتم الاستزراع البحري، وهو شك يعني يعتبر نوع أفضل من الاستزراع على اليابسة، لأن أموره تكون أسهل، شباك معلقة في البحر يتم إلقاء الأسماك فيها وتغذيتها خلال فترة معينة حتى تبلغ الحجم التجاري وتنزل إلى الأسواق. هذه التجربة نرجو لها إن شاء الله النجاح، وأن تقوم الجهات المختصة بمساعدة المسؤولين في هيئة الزراعة والثروة السمكية للتعجيل في إقامة هذه الأسماك المزارع السمكية. هناك أيضا بعض الاهتمام بالمزارع على اليابسة. هناك الحيازات الزراعية التي تم توزيعها على المواطنين، فيها إمكانية إقامة مزارع سمكية على اليابسة، وأيضا لما نقول سمكية أقصد أيضا الربيان. هناك أنواع من الربيان تم تطوير تقنية الاستزراع لها بشكل يجعل منها موردا فاعلا وممكنا لتوفير الربيان في الأسواق. وعندنا كمثال المملكة العربية السعودية قامت بهذا النوع من النشاط بشكل مكثف جدا، وأيضا جمهورية إيران الإسلامية تقوم بهذا الدور في استزراع الربيان، فلا يوجد مانع من عندنا أن نقوم بهذا النوع من الاستزراع، خاصة بالنسبة للأسماك والربيان. وإن شاء الله نشوفكم على خير، والسلام عليكم.
أرحب فيكم مشاهدينا وفقرة جديدة من فقرات الأتيكيت. اليوم إن شاء الله في فقرتنا راح نتكلم عن موضوع كثير مهم. بسبب هذا الموضوع نشوف أن هناك الكثير من الخلافات العائلية وللأسف اللي توصل للقطاعة ويمكن تظل سنين طويلة. وأيضا بعض الخلافات اللي نشوفها للأسف الشديد وصلت إلى الجهات القانونية. هذا الموضوع لازم دائما نحرص عليه، هو موضوع الانتقاد وموضوع أيضا توجيه الكلام والتجريح للآخرين. النقد مطلوب، وقد يكون هذا النقد بالسلب أو بالإيجاب، ولكن وين تكون الحساسية؟ في طريقة انتقادي للآخرين. مهم جدا أني أنا لما نتكلم مع الآخرين حتى لو ما كان الموقف اللي صاير أنا راضي عنه أو الشيء اللي قدامي أنا غير راضي عنه، لازم أنتقي كلماتي. رب العالمين في محكم كتابه الكريم وصف الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بأجمل وصف، وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا هناك وصف ثاني، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن اللي نتوصل له أن حسن الكلام مع الناس كثير مهم. الفظاظة غير مرغوبة وغير محبذة نهائيا في جميع الأديان السماوية وفي جميع مدارس الأتيكيت العالمية. واليوم صنفت مدرسة الأتيكيت الإسلامية كأفضل مدرسة أتيكيت على مستوى مدارس الأتيكيت بشكل عام. ديننا دين أخلاق، دين تعامل، دين لباقة، دين جميل جدا. وأيضا عندي لغة عربية جميلة جدا، كل كلمة لها مرادفات كثيرة أجمل منها. فالمفروض أني لما أتكلم أنتقي المرادف الجميل والمناسب للموقف اللي أنا فيه. يعني على سبيل المثال، اليوم صديقة من الصديقات جابت لي نقصة، كانت هذه هدية أو مثلا يعني طبق أكل خلينا نقول، أو أيا كان هذه الهدية، المفروض أني لما أرد عليها مشكورة وما قصرتي، كثر الله خيرك، مع ابتسامة، يعني يكون بشكل مقبول، ما أبالغ في المدح ولا أيضا أنتقص بالمدح. يعني ما عجبتني الهدية أقول لها وي هذا اللي الله قدرك عليه، هذا اللي قدرت تجيبي لي إياه. وطبعا احنا نشوف هذه المواقف للأسف تكون مع الزوجين، ودائما هم أولى الناس أن احنا نقول لهم الكلام الجميل والطيب. يعني إذا الزوجة جابت هدية، المفروض أن الزوج يرد عليها مشكورة وما قصرتي، ما يرد عليها يقول لها خسرت فلوس وما كان له داعي، والعكس أيضا صحيح. للأسف من خلال الاستشارات نشوف أن هناك الكثير من الأزواج اللي يشتكون، يقول لما أجيب لها هدية تقول لي وي ما قدرت إلا على هذا، ذوقك مو حلو اللي أنت جبته، أنا ما بي، عندي من نوايد، مو عاجبني. كلمات كثيرة تسبب الفتور وتسبب أيضا فجوة ما بين هؤلاء الزوجين. فما بالكم اليوم إذا احنا نتكلم على المجتمع. وأيضا لما نكون في مكان، جاتني أحد الصديقات أو الخوات أو أيا كانت علاقتي فيها، شو رايك لبسي حلو؟ ما المفروض أني أنا أرد عليها وأقول لها وي أنت وين وهاللبس وين، ما يناسب عمرك، ما يناسب جسمك، ما يناسب لون بشرتك، مو حلو، قديم، أيا كان التعبير، أرد عليها وأقول لها مو عاجبني هو. ولكن أنا المفروض لما أرد عليها أقول لها والله ما زان إلا عليك. أنا هني جبرت بخاطرها. دائما الكلمة الحلوة تجبر قلوب وتبني جسور كبيرة من المحبة ما بيننا وما بين الآخرين. علشان كذي إحنا نسمع أن بعض الناس يقولون هذه فلانة دفشة بالكلام، وايد جلفة بالكلام وما تعرف تتكلم، وهي ترد وتقول أنا صريحة. ما بين الصراحة وما بين الوقاحة شعر ضعيفة جدا، لازم أعرف شلون أتجنبها، ودائما أتجمل في كلامي. إحنا ما نقول النافق، ولكن نتجمل، ندور شنو الكلمة الجميلة الحلوة اللي تجبر الخاطر ونقولها للآخرين. فقرتنا انتهت، نلتقي وياكم في فقرات قادمة، انتظرونا، مع السلامة.